السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. له حلاوة وعليه تلاوة. جزاك الله خيرًا على تلاوة القرآن وعلى تزييد الإيمان بحسن صوتك والإلهام، ونسأل أن يجعل هذه التلاوة شفيعًا لك ولنا يوم الميزان. وبعد التلاوة نرتحل إلى مرحلة الخطابية، فقبل أن ندخل في مجال الخطابة أرجو من المنصفين أن يتشرفوا إلى مواضعهم الخاصة. وكذلك تنبيه خاص لجميع المشاركين في الخطابة أن لا يتجاوز أحد من 4 إلى 5 دقائق، ومن جاوز عن وقت المحدد فلا يلومن إلا نفسه. وعلماً بأن برنامجنا اليوم يدور حول موضوع مهم ألا وهو بر الوالدين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد به في عمره من أحب أن يمد له في عمره
وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وقال حميد لما ماتت أم أياس بن معاوية بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وقال الشاعر عليك ببر الوالدين كليهما, عليك ببر الوالدين كليهما, ذوي القربى وذوي الأباعد. فأنادي خطيبنا الأول ألا وهو الأخ محمد بلال فليتقدم مشكورا مجزيا.